باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في العصر اللي احنا عايشين فيه وفي العالم اللي احنا عايشين فيه، للأسف الشديد انتشر behavior واختفى أو اختفت فضيلة جميلة جدا يجب أن يتميز بيها أولاد ربنا. الجشع ملأ العالم وأصبح كل واحد عايز الأكثر والأكبر، وفضيلة القناعة للأسف الشديد غابت عن الأذهان. للأسف المجتمع كله ابتدى يحترق بنيران الحسد والكراهية والبغضة بسبب فقدان القناعة وانتشار التطلع للأكثر و النظر إلى مال الغير أكتر من البركات اللي ربنا بيديها للشخص نفسه. فكثرة الصراعات والنزاعات والسرقة، حتى الإخوات النهاردة بنشوفهم بيتصارعوا مع بعض من أجل ميراث أو من أجل بيزنس مشتركين فيه مع بعض هم شركاء فيه أو خلافه، وكل ده بسبب غياب القناعة. القناعة فضيلة مهمة جدا لأولاد ربنا، وبدونها الإنسان ممكن أن هو يخسر أبديته بالكامل. نعرف الأول إيه معنى القناعة. القناعة ببساطة هي الرضا باللي ربنا بيعطيه للإنسان، وشكر الإنسان لربنا على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال. الجملة دي إحنا بنكررها كتير مرات كل يوم، ولكن للأسف يمكن من كتر ما بنكررها فقدت المعنى الحقيقي في قلب الإنسان، وأصبح بيقولها كما لقوم عادة من غير ما يشعر ببركة هذه الجملة في الصلاة، وإزاي إن الإنسان فعلا يجب عليه أن يشكر الله على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال. ولا يمكن الإنسان إنه يشكر إن هو يشكر ربنا على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال إلا إذا كان يتحلى بفضيلة القناعة. القناعة زي ما قلنا هي رضا الإنسان بما أعطاه له الله، وأيضا هي استغناء الإنسان بما عنده موجود عنده عن المفقود أو اللي مش موجود عنه. أن الإنسان يبقى عنده استغناء، وكلمة استغناء جاية من الغنى، يعني الإنسان يشعر أنه هو غني بما عنده وما يبكيش على ويتحسر على المفقود منه. يعني زي ما المثل يعني البلدي بيقول، يعني يبص على نص الكوباية المليان أكتر ما يبص على نص الكوباية الفاضي. القناعة بتخليه ينظر إلى اللي موجود عنده بدل ما ينظر إلى ما ينقصه. القناعة هي استغناء الإنسان برزقه المقدس الطاهر اللي ربنا ادهوله حتى لو كان قليل، عن التطلع إلى الكثير بطرق غير مشروعة أو يعني برزق غير مقدس، أو يسعى لهذا الرزق بأسلوب غير سليم أو أسلوب ملتوي. القناعة أن الإنسان يكتفي بما يملك ولا يطمع فيما لا يملك أو ما يملكه الآخرين. القناعة هي امتلاء القلب بالرضا والفرح والشكر والبعد عن أي سخط وشكوى بسبب الأمور اللي مش عنده أو الأشياء اللي مش عنده. الشخص اللي بيتميز بفضيلة القناعة ما يشكوش أبدا، ما تلاقيهوش بيشتكي ولا يتذمر لا على الله ولا على الناس ولا على الرزق اللي بيجيله. أما الإنسان الدائم التذمر اللي دايما بيشعر أنه هو مظلوم، يشعر أنه هو مظلوم من ربنا وربنا ما ادالوش رزقه اللي هو يستاهله، يشعر أنه دايما مظلوم من الناس اللي حواليه والناس اللي حواليه بتنهبه وتسرقه وما تدلوش حقه، يتذمر على رزقه وإزاي أنا ده بس الرزق اللي داخل لي على الرغم من أن فلان عنده نفس شهاداتي أو يمكن أقل وبيدخل له رزق أكتر وهكذا. الإنسان اللي بيحيا في حياة القناعة بيكون إنسان لا يتذمر ولا يشكو أبدا، بل يكون إنسان دايما شاكر بيشكر ربنا في جميع الأحوال. القناعة على فكرة ما هياش بتخص بس الإنسان اللي ما عندوش، يعني القناعة دي فضيلة جميلة يجب أن يتحلى بها كل إنسان سواء كان فقير أو غني، سواء كان عنده أو ما عندوش. لأن أحيانا ممكن تلاقي إنسان فقير في المال ولكن
عنده غنى في قلبه كبير جدا جدا، وعنده قناعة بما يملك حتى لو كان لا يملك شيء أو يملك القليل جدا. وبرضه ممكن تلاقي إنسان فقير يتذمر على فقره دائما، وليه أنا حظي في الدنيا كده، وليه ربنا غضبان عليا، ويقعد دايما يتذمر. وبين الأغنياء برضه تلاقي الفئتين، تلاقي إنسان غني وعنده ممتلكات كثيرة وأموال كثيرة، لكن يحيا بقناعة وفرحان باللي عنده وبيشكر ربنا عليه، وحاسس إن دي إن كل اللي عنده ده بركة من إيد ربنا، ربنا اديها له لأجل عمل الخير، لأجل الكنائس، لأجل الفقراء، لأجل أولاده، وبيشكر ربنا دايما عليه. وده إنسان رغم من غناه الكثير إلا إن هو يحيا حياة القناعة ويتميز بهذه الفضيلة. وممكن جدا برضو إنسان يكون غني جدا وله ممتلكات كثيرة وله أموال كثيرة، ومع ذلك مش شبعان، زي مثل الغني الغبي اللي موجود في الكتاب المقدس، إزاي إن هو كان غير مقتنع ولا قنوع باللي عنده، وعايز يهد مخازنه ويبني أعظم منها، وكل يا نفسي واشربي. ده طبعا إنسان لا يتميز بفضيلة القناعة. إيه فوائد القناعة؟ وليه إحنا بنحس على إن الإنسان يقتني فضيلة القناعة؟ الحقيقة القناعة من أجمل الفضائل اللي الإنسان يسعى إن هو يقتنيها لأسباب كثيرة جدا. القناعة في حد ذاتها دليل على قوة الإيمان بربنا. يعني الإنسان المؤمن بربنا بيبقى واثق فيه، واثق في مواعيده، واثق إن هو يرعاه. والإيمان والثقة اللي عنده بسبب قناعته وبسبب فرحه باللي ربنا بيديهوله هو فعلا دليل على قوة إيمان هذا الشخص بربنا وثقته في ربنا. القناعة أيضا دواء، يعني فضيلة القناعة تعتبر دواء جميل جدا جدا لأمراض كتيرة. تلاقي القناعة دواء لمرض الجشع. الإنسان اللي يحيي حياة القناعة لو جاله فكر طمع أو جشع، تبص تلاقي القناعة بقت دواء تشفي هذا المرض بسرعة ولا يعاني منه الشخص. أما الإنسان اللي ما بتكونش عنده القناعة، لو هوجم يعني جه الشيطان يجربه بالطمع، بخطيئة الطمع أو خطيئة الجشع، تلاقيه يسقط فيها ويعاني منها ويتألم منها. كذلك هو دواء لخطية الكراهية والحسد. الإنسان اللي بيقتني القناعة عمره ما يكره حد لأنه أحسن منه، وعمره ما يحسد حد على اللي عنده. القناعة أيضا بتسهل للإنسان إن هو يحيا حياة سعيدة بدون حزن ولا اكتئاب. فضيلة القناعة بتقضي على الكآبة تماما، لأن اللي بيتخلص من الرغبات والشهوات هيكتئب على إيه؟ مفيش حاجة تزعله، فرحان باللي عنده، فرحان بنصيبه، فرحان بالظروف اللي هو عايش فيها، فرحان بالمجتمع اللي عايش فيه، فرحان بكنيسته، فرحان بأسرته. عنده قناعة إن كل اللي عنده ده كتير قوي هو ما يستاهلوش، وبيفرح بيه لأن ممكن جدا يكون في ناس كثيرة جدا في العالم ما عندهمش كل اللي هو عنده. معلمنا بولس الرسول لما اتكلم على الأشياء اللي خسرها قال خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، اعتبرها نفاية، وعلشان كده ما زعلش عليها، بل إن هو ما اعتبرهاش حتى خسارة، خسرت ترك كل شيء. بولس الرسول كإنسان يهودي وفريسي كان ممكن يكون ليه مكانة عظيمة جدا، وكان ممكن يكون عضو في مجمع السنهدرين، وكان ممكن يكون من معلمي الناموس المشهورين، وكان ممكن يكون له مكانة اجتماعية وسط اليهود ومكانة اجتماعية وسط رؤساء الكهنة وكل ده، وهو خسر كل شيء. ما كانش حيلته حاجة، وما كانش يملك حاجة، وكان صانع خيام بسيط وبيعول نفسه ومن معه بصنعه للخيام، وترك كل شيء، وذكر أن كل هذه الأشياء ما هي إلا نفاية. لما الإنسان بينظر على أمور العالم أنها زائلة بما في ذلك الأموال، الكرامة، الصيت، الغنى، السلطة، لو ضاع منه كل الأمور دي مش هيحزن ولا يكتئب، لأنه معتبرها نفاية. لو واحد عنده جاربج باك كده هو وحاططها قدام البيت، وجي حد خدها، مش هيطلع يزعل ويقول الحقه
الكيس اتسرق ويقعد زعلان عليه، بالعكس اهي حاجة وراحت لحالها وتخلصنا من هذه النفاية. كذلك أيضا القناعة بتساعد الإنسان إن هو يحيا حياة الشكر. الإنسان القنوع دايما شاكر. كتير نتكلم عن حياة الشكر ونقول طيب إزاي نشكر ربنا، اقتني فضيلة القناعة هتلاقي الشكر طبيعي وأصبح يعني زي يقولوا second nature كده في حياة الإنسان. الإنسان دايما شاكر لأنه هو قنوع باللي عنده وفرحان باللي عنده. القناعة بتخلي مكان في الفكر للروحيات. مع ربنا يسوع المسيح قال لا تهتموا بحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، بل اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لما الإنسان بيكون قنوع وسايب ورامي كل اهتماماته على ربنا بما يأكل وما يلبس وما يشرب، تبص تلاقي فكره بقى كلير وبيطلب ملكوت الله وبره وبيطلب الحياة الأبدية وبيجتهد في الصلاة وفي الصوم وفي التأملات وفي الكتاب المقدس، لأن فكره كلير. الأنبا بولا كان يقول كده أن محبة المقتنيات تزعج الفكر. لما الإنسان يحب مقتنيات كثيرة تلاقي فكره انزعج ومش قادر يركز في روحيات، لأن الكتاب بيعلمنا أنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. فإذا كان الإنسان بيحب المقتنيات ويحب المال ويحب الكنز المادي اللي على الأرض، سيكون قلبه أيضا ساكن في هذا الكنز على الأرض ولا يرتفع قلبه إلى السماويات. ولكن لما يكون الإنسان قنوع بكل ما عنده وقلبه مرتفع عن الأرضيات، تلاقي فكره وقلبه خالي ويحب إن هو يشبع بربنا ويملأ هذا الفراغ بربنا. كل إنسان مننا عنده فراغ في داخله، اللي بيسعى أن يملأ هذا الفراغ بالماديات تبص تلاقي الفراغ ده عامل زي ما يكون في واحد بيشرب مية مالحة، كل ما يملاه بالماديات ما يشبعش أبدا. أما لما الإنسان يملأ الفراغ اللي عنده بربنا، محبة ربنا، محبة الكنيسة، الأسرار المقدسة، التناول، الصلاة، الكتاب المقدس، يشبع بربنا ويقول له يا رب معك لا أريد شيء على الأرض. ربنا طلب مننا أن نحبه من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القدرة ومن كل الفكر. لا يمكن إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة إلا لو عاش حياة القناعة، ففي الوقت ده يقدر يحب ربنا من كل قلبه، لأن قلبه مش مليان بالعالميات. يحب من كل النفس لأن نفسه تتوق إلى السماويات. يحب من كل القدرة لأن كل قدرته عايز يكرسها للخدمة لمجد اسم ربنا. يحب من كل الفكر لأن فكره غير مشغول بالعالميات والماديات والأرضيات، لأنه يحيا حياة القناعة. حياة القناعة أيضا وفضيلة القناعة بتحمي الإنسان من أمراض سيئة جدا للأسف الشديد إحنا بنعيشها دلوقتي، مرض الاستدانة والسلف. وللأسف الشديد يمكن في الخارج موضوع الاستدانة والسلف دي عملية سهلة جدا، سهل جدا الواحد يروح البنك ياخد لاين اوف كريدت ولا ياخد سكند مورجج ولا ياخد قرض والبنك يديله كريدت كاردز، يديله كل الحاجات دي استدانة وديون، هو بياخدها وبيصرف منها ويغرق في الديون والسلف. وتبص تلاقي أحيانا كتير تكون القروض والسلف أكبر من احتماله وأكبر من إمكانياته في تسديدها، ويدخل بعد كده في مشاكل إنه مش قادر يسدد فوائد هذه الديون، ويبتدي ممكن جدا أن يسلك في طرق غير قانونية علشان يقدر يجيب إنكم زيادة يقدر يسدد هذه الديون. أما الإنسان القنوع بيحمي نفسه من هذه الأمراض الاجتماعية البغيضة. الغنى الحقيقي في القناعة، الغنى عمره ما كان في كثرة الفلوس، ولكن الإنسان القنوع هو إنسان غني في داخله لأنه لا يحتاج إلى شيء. القناعة بتدي فرصة للإنسان إن هو يستمتع بحياته مع ربنا ومع من يحب. عدم القناعة بتخلي الإنسان دايما مشغول بعمله، بيضحي بوقته اللي ممكن يقضيه مع ربنا، بيضحي بوقته اللي ممكن يقضيه مع أولاده، مع أسرته، مع زوجته أو مع زوجها، أو مع والده أو مع والدته، أو مع أحبائه وأصدقائه. وتلاقي الزمن جري، وبعد كده هو ممكن يكون
له كنوز كثيرة وممكن يكون له غنى كتير، ويبص كده ما يلاقيش حواليه حد، أحيانا ما يلاقيش حواليه حتى زوجته أو زوجها أو الأولاد، لأن هو انشغل عنهم طول عمره، بيجمع فلوس وبيحوش وبيقتني مقتنيات، وضيع الوقت الكواليتي تايم اللي كان ممكن يقضيه معاهم في محبة وفي ربنا في وسطيهم وفي بيت هادي جميل، ضيع كل ده لأنه بحجة أنه كان بيشتغل كتير، ولا كان بيكنز، ولا كان بيأمن لهم مستقبلهم، والحجج كتير قوي. لكن بتكون نتيجة الأولاد بتكبر وببساطة بيقولوا لأهاليهم أنتم ما كنتوش فاضيين لينا وإحنا صغيرين، إحنا لما كبرنا إحنا نفسنا مش فاضيين ليكم، ويبقى في انقسام كبير في العيلة. الواحد بيفتكر كده أيام زمان لما كان معظم الأسر بتتحلى بفضيلة القناعة، كانوا يتجمعوا مع بعض على ترابيز الأكل مهما كانت الترابيزة بسيطة، حتى لو طبلية على الأرض، وكانوا يتجمعوا حوالين لقمة بسيطة جدا، بل كانوا يحطوا يمكن طبق واحد والكل بيغمس من الطبق ده، والطبق ده ممكن ما يكونش فيه غير شوية فول ولا حتة جبنة بزيت ولا حتة فرخة حطوها كده ولا أي حاجة بسيطة يعني، وكان الكل ياكل ويضحك ويكلم، ومحبة كبيرة، والضحكة الحلوة الصافية اللي طالعة من قلب صافي وفكر غير مشغول. راح فين ده كله؟ النهارده كل واحد بيسرق لقمة بسرعة من التلاجة وياكلها ساقعة ولا سخنة ولا مطبوخة ولا نية ولا أي حاجة، والفاست فود، وكل واحد بيجري في اتجاه، ومفيش حتى إن الأسرة تجتمع مع بعضيها في اجتماع جميل حلو ياكلوا فيه حتى لقمة مع بعض بضحكة قلب صافية. تلاقي كل ما ازداد الغنى، يمكن لو اجتمعوا مع بعض حتى على أكل يوم عيد ولا ليلة عيد ولا حاجة زي كده، تبتدي المشاكل تظهر، ويبتدي الأب يلوم ولاده إنهم ما بيستخدموا لونج ديستانس على السيلفون بتاعهم، وإنهم صرفوا كتير، ويتكلم مع مراته إن هي صرفت أو كذا، وتلاقي القعدة اتقلبت إلى مشكلة كلها بتدور حوالين الفلوس والصرف. فين البساطة؟ فين الضحكة الحلوة؟ فين القلب الصافي؟ فين الفكر الصافي؟ كل ده ضاع بسبب عدم القناعة، بسبب إن كل واحد من أفراد الأسرة مش مقتنع باللي هو فيه، عايز أكتر وعايز أكبر. القناعة بتخلي الإنسان يختبر مفهوم البركة في حياته، لأن بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. البركة غير الكثرة. ممكن واحد يكون عنده كتير قوي وهو نفسه يقول الفلوس ما عادش فيها بركة، الوقت ما عادش فيه بركة، وعنده كتير. الكثرة مش معناها البركة. ممكن إنسان يكون عنده قليل لكن يقول بركة ربنا هي اللي كسياني وهي اللي ستراني وهي اللي محافظة عليا. البركة ممكن تكون إن ربنا يدي أكتر، أو البركة ممكن تكون إن ربنا يمنع عني شر أو مرض أو يحافظ على اللي عندي مهما كان بسيط. القناعة بتدي للإنسان الفرصة إن هو يتمتع بالبركة في حياته. السؤال اللي ممكن يطرح نفسه دلوقتي هو هل القناعة تتعارض مع الطموح؟ يعني خلاص كل واحد كده يسكت، ما يعملش حاجة، ما يحسنش من وضعه، ما يدورش على شغل أحسن، ما يعملش معادلته، ما ينجحش، ما يدخلش جامعة كويسة؟ لا طبعا، القناعة لا تتعارض مع الطموح إطلاقا. فين الخط الفاصل؟ الخط الفاصل ببساطة نقدر نقولها في نقطتين. الخط الفاصل في نقطتين. أولا، هل هيكون ثمن هذا الطموح حياتي الروحية وعلاقتي بربنا، أو حياتي الأسرية وعلاقتي بأسرتي؟ هل هيكون ثمن هذا الطموح إن أنا أضحي بحياتي الروحية والأسرية؟ إذا كانت الإجابة آه، يبقى ده مش طموح، يبقى ده يتعارض مع القناعة. السؤال الثاني، هل أحزن وأكتئب لو إني بعد محاولاتي للنجاح ده أو للوصول للوظيفة دي أو خلافه وما وصلتهاش، هل ده هيسبب حزن واكتئاب عندي؟ إذا كان كده يبقى برضو الطلب ده يتعارض مع القناعة. أما إذا طموحي ما يجيش على حساب حياتي الروحية وعلاقتي بربنا ولا حياتي الأسرية، وما أحزنش لو لم أصل إلى ما أسعى إليه، يبقى هذا هو الطريق السليم والقناعة اللي لا تتعارض إطلاقا مع الطموح. إزاي يقتني القناعة؟ إزاي الإنسان يقدر يقتني القناعة؟ أول حاجة الإيمان، إن الإنسان يقوي إيمانه بربنا ويعتمد على ربنا. وتدريب بسيط كده، لو الواحد بص على مزامير الساعة 11 اللي كنا بنصليها من شوية، ويطلع كده الآيات اللي بتدل على مواعيد ربنا والاعتماد على ربنا والثقة في ربنا أكتر من الأرضيات، ويطلع كده شوية آيات
بإيمان حلو إن ربنا هو الكل في الكل، والاعتماد على ربنا هو اللي فيه الغنى الحقيقي. أيضا الاقتناء القناعة، بنفكر نفسينا دايما إن العالم سيزول شهوته، مفيش حاجة باقية في العالم. وطبعا قصة الغني الغبي واضحة جدا، إزاي الإنسان ممكن يجري يجري وفي لحظة واحدة، وبنشوف الكلام ده بيحصل كل يوم، في لحظة واحدة تنتهي حياته على الأرض. العالم مهما كان سيزول لما الإنسان يفكر نفسه. والكنيسة بتفكرنا كل يوم في كل قداس أن العالم لا تحب العالم ولا الشيء التي في العالم، العالم يزول وشهوته. العالم هيروح، دي حقيقة، محدش مهما كان غني ولا فقير، محدش عاش في العالم إلى الأبد، ومحدش احتفظ بممتلكاته في العالم إلى الأبد، كل الناس تركت كل ما عندها سواء كتير أو قليل. أيضا طريقة لاقتناء القناعة إن الإنسان دايما ينظر إلى من هو أقل منه في المال والمنصب والجاه، لا ينظر إلى من هو أعلى منه، علشان لما بيبص لأقل منه بيشعر قد إيه هو واخد بركة كبيرة من ربنا ما يستاهلهاش، وإن في ناس كتيرة ما عندهمش اللي عنده، فيقتنع باللي عنده ويشكر ربنا عليه. أيضا طريقة لاقتناء القناعة إن الإنسان يربي نفسه ويدرب نفسه على الاقتصاد في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. يعني قبل ما يشتري أي شيء يسأل هل هو فعلا محتاج لهذا الشيء ولا لا؟ يعني زي ما بيقولوا إيه، do I need or do I want؟ يا ترى أنا فعلا محتاج ولا أنا مجرد عايز أشتري وخلاص؟ وقبل ما يدخل في مشروع ولا شركة مع حد ولا خلافه يسأل هل من الحكمة إن أنا أدخل نفسي في مشروع زي ده، ولا أحسن أكتفي بما عندي وأعيش براحة البال أكتر من المشروعات اللي ممكن تدخلني في مشاكل كتير. أيضا يجب على الإنسان أن يقتنع أن الله جعل التفاوت في الأرزاق والدرجات والمناصب بين الناس، جعلها لحكمة ربنا هو اللي يعلمها. ربنا لم يخلق كل شيء بتساوي، هو عمل التفاوت ده، في ناس ملوك وفي ناس أقل وفي ناس أقل وهكذا، وفي كل واحد ليه وظيفته، كل واحد ليه رزقه، كل واحد ليه درجته ومنصبه، وربنا جعل هذا التفاوت لحكمة في ذهنه وفي باله لا يعلمها إلا هو. ولا يجب أن احنا نفاصل مع ربنا في الموضوع ده ولا نحاسبه على حكمته في هذا التفاوت. في برضو شيء يخلي الإنسان يقتني هذه القناعة، إن هو يحاول يتعلم منها درس. الفقر أو الغنى في الحقيقة هم اختبار للإنسان، فالفقير ممتحن بفقره وحاجته، والغني ممتحن أيضا بغناه وثروته، والشاطر اللي ينجح في هذا الاختبار ويفرح به ويقدمه لربنا في الأبدية كتجارة رابحة. طريقة لاقتناء القناعة إن الإنسان يتعلم من من عاشوا حياة القناعة. السيد المسيح أول واحد هو ملك الملوك ورب الأرباب، ونزل في الأرض عاش وسطينا نجار فقير. الست العذراء عاشت بقناعة على الرغم أنها الملكة المتوجة الجالسة عن يمين الملك. يوسف النجار عاش بقناعة في حياته كلها. إبراهيم أبو الآباء على الرغم أنه في وقت من الأوقات كان غني جدا جدا، إلا أنه في وقت من الأوقات افتقر جدا وحصل جوع في الأرض، واضطر أنه يسيب بلاده ويسافر بلاد أخرى من أجل لقمة العيش. كتير قديسين ولاه وأمراء وقادة في الجيش تركوا كل غناهم واقتنعوا بامتلاك الحياة القداسة والوحدة في الجبل أو الرهبنة أو الاستشهاد. واحدة زي قديسة ديميانا تركت بيت أبوها الوالي وفضلت تعيش مع المسيح عروسة للمسيح مع 40 عذراء في قصر أو في دير بنه لها أبوها. بولس الرسول زي ما قلنا من شوية كان عايش في منتهى القناعة، وكان شغال صانع خيام، وكان بيوفي احتياجاته واحتياجات الذين معه بعمل يديه. قديسين كتير لينهم يعتبروا مثل أعلى في حياة القناعة، الإنسان اللي يبحث في حياتهم يتعلم منهم كيف عايشوا في حياة القناعة. الله يعطينا جميعا هذه الفضيلة لكي ما نحيا في حياة الشكر والفرح والسلام الداخلي الدائم. لإلهنا كل المجد الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، أمين.